طيب بعد مباراة الأهلي وسموحة بالأمس، الأهلي دلوقتي بيستعد لمباراة يانج أفريكانز اللي إن شاء الله بإذن الله هتتلعب يوم السبت اللي جاي في ملعب دار السلام أو في ملعب بنيامين مكابة في العاصمة التنزانية دار السلام. هتكلم على المواعيد والمفاجآت اللي حصلت في الساعات الأخيرة، ولكن عايز برضو أعرف حضراتكم التطورات اللي بتحصل دلوقتي في استعدادات الأهلي للسفر إلى تنزانيا. الكابتن سمير عدلي سافر إلى تنزانيا، موجود حاليا هناك عشان يرتب كل الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق، ملاعب التدريب، كل الترتيبات الخاصة بالأمور اللوجستية المتعلقة ببعثة فريق النادي الأهلي في تنزانيا، لأن إن شاء الله الفريق بكرة هيسافر عصر الغد الخميس عشان يصل تنزانيا مساء ويستعد إلى مواجهة يانج أفريكانز يوم السبت. كان ليا اتصال كده مع معالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا. يعني بصراحة معالي السفير والسفارة المصرية قايمين بمجهودات مضنية ومجهودات كبيرة جدا لتذليل أي عقبات تخص النادي الأهلي في هذه المباراة. حتى بعد وصول الكابتن سمير عدلي ظهر اليوم إلى تنزانيا كان في اتصالات ما بين معالي السفير مع الكابتن سمير عدلي، لو في أي ارتباطات أو في أي اجتماعات هتتم، في أي صعوبات ممكن تواجه بعثة الأهلي هو بيحاول يذللها، في أي تفاصيل متعلقة مع الاتحاد التنزاني أو مع حتى يانج أفريكانز، كل الأمور دي السفارة المصرية بتحاول تساهم وتساعد بشكل كبير جدا مع بعثة الأهلي اللي إن شاء الله هتصل مساء غد إلى تنزانيا. يمكن طبعا معالي السفير حتى في رسالته معايا أكد لي إن يعني الجالية المتواجدة هناك إن شاء الله هتكون موجودة مع النادي الأهلي في المباراة يوم السبت، وهيكون فيه حضور مهم جدا للجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي لمساندة الفريق في هذا اللقاء. بكرة البرنامج هيمشي إزاي؟ النهاردة الفريق أجازة وراحة سلبية، مفيش أي تدريبات، ويمكن هناك عدة اجتماعات بس بدون الخوض في تفاصيلها. خلينا نركز بس على الأمور الرسمية. النهاردة مفيش تدريب، كولر النهاردة مشغول بتفاصيل خاصة باجتماعات بتخص المرحلة اللي جاية في النادي الأهلي والنتائج اللي ممكن تكون حصلت في مباراتي الجونة وسموحة وخسارة السوبر الإفريقي وخسارة الدوري الإفريقي. ولكن الجهاز الفني برنامجه هيمشي إزاي ابتداء من الغد؟ بكرة إن شاء الله هيكون في تدريب الساعة 10 صباحا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. عقب التدريب حوالي الساعة 12:30 الظهر هتتحرك البعثة بالكامل إلى مطار القاهرة عشان تستقر الرحلة في حوالي الساعة 3 عصرا المتجهة إلى دار السلام في العاصمة التنزانية. الرحلة بتستغرق حوالي 5 ساعات ونصف. لو الطيارة أقلعت الساعة 3 العصر توصل تنزانيا على الساعة 8:30-9 مساء على حد أقصى بإذن الله. يبقى بالتالي مفيش تدريب في تنزانيا يوم الخميس، الجهاز الفني هيكتفي بتدريب صباحي فقط في ملعب التتش في الجزيرة. يوم الجمعة هيكون هو التدريب الرئيسي والأساسي لفريق النادي الأهلي. ولكن ماتش الأهلي ويانج أفريكانز يوم السبت اتغير ميعاده. المباراة كان ميعادها الساعة 9، تم تعديل الموعد وبقت المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. ماتش الأهلي ويانج أفريكانز يوم السبت اللي جاي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا رسميا ميعادها الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وبالتالي الأهلي عشان يؤدي تدريبه الأساسي والرئيسي على ملعب المباراة لازم يؤديه يوم الجمعة الساعة 6. ولكن هنا في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ الهلال السوداني بيلعب مبارياته الإفريقية على نفس الملعب ده في تنزانيا اللي بيلعب عليه سيمبا ويانج أفريكانز. الهلال هيلعب يوم الجمعة الساعة 6 مع مين؟ هيستضيف الترجي التونسي في مباريات المجموعة التالتة من دوري أبطال إفريقيا، دي الجولة التانية. طيب المباراة الساعة 6، يبقى بالتالي هل تدريب الأهلي على ملعب المباراة هيكون قبل المباراة؟ ما أعتقدش. صعب جدا أي حد يتمرن على ملعب المباراة في نفس يوم المباراة. وارد لما يوصل الأهلي تنزانيا بكرة إن شاء الله في الاجتماع الفني يتم تحديد ميعاد التدريب الساعة 9، يعني الأهلي يتمرن يوم الجمعة مساء مش الساعة 6، لأن الملعب مشغول بمباراة الهلال السوداني والترجي التونسي. الأهلي هيلعب إن شاء الله يوم السبت الساعة 6، يخلص الماتش ويرجع على طول. طيب بعد ما يرجع إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية؟ لأن كان في جدول معد مسبقا إن الأهلي هيرجع من تنزانيا عنده مباراة مع زد يوم الأربعاء 6 ديسمبر، وبعد كده يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم السبت 10 ديسمبر أو 9 ديسمبر، يوم السبت 9 ديسمبر. لا، حصل تعديلات جديدة. وخدوا مني بقى الكلام ده بشكل رسمي لأن دي قرارات رسمية صدرت صباح اليوم، وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بالتعديلات والمواعيد اللي هقولها لحضراتكم. ماتش الأهلي وزد يوم الأربعاء اللي جاي اتأجل.
يوم الاربعاء اللي جاي مفيش مباراه للاهلي في الدوري العام رسميا، تاجيل مباراه الاهلي وزد في الدوري العام يوم الاربعاء اللي جاي. زد كان اختار ملعب السلام لاقامه المباراه، رسميا خلاص المباراه اتاجلت. ليه المباراه اتاجلت؟ لان النهارده اتحاد الكره تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي بتقديم موعد لقاء الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجوله الثالثه من مباريات المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا لتقام يوم الجمعه 8 ديسمبر بدلا من السبت 9 ديسمبر. يبقى بالتالي مباراه شباب بلوزداد بدل ما هتتلعب السبت اللي جاي 10 او 9 ديسمبر بقت يوم الجمعه 8 ديسمبر. وبالتالي لما الاهلي يلعب مع بلوزداد يوم الجمعه في القاهره 8 ديسمبر صعب جدا يلعب لقاء زد يوم 6 ديسمبر. هنا المسافه ما بين المباراتين 48 ساعه، واللائحه بتقول لو هتلعب مباراه جوه القاهره لازم يبقى مسافه الوقت 72 ساعه، ولو مباراه خارجيه 96 ساعه، اربع ايام. وبالتالي الاهلي هيلعب يوم السبت اللي جاي مع يانج افريكانز الساعه 6، يرجع القاهره يوم الاحد، يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه بلوزداد يوم الجمعه. خلاص مفيش ماتش زد. الاهلي هيلعب مع بلوزداد يوم الجمعه 8 ديسمبر. المباراه الساعه كام؟ المباراه الساعه 9 بتوقيت القاهره. المباراه كانت هتتلعب السبت كانت هتتلعب الساعه 6 بتوقيت القاهره، لما تقدم ميعادها ليوم الجمعه بقت الساعه 9 بتوقيت القاهره. فده جدول مباريات الاهلي في المرحله اللي جايه. المواعيد دي رسميه، القرارات دي رسميه، اتحاد الكوره تلقى خطاب رسمي من حوالي ساعه، من حوالي ساعه تحديدا بالظبط زي ما بقول لحضراتكم، بالتعديلات التي طرأت على مواعيد مباريات الاهلي الافريقيه. مباراتين تم تعديل موعدهم من قبل الكاف، واتحاد الكوره عرف بالتفاصيل، والمفروض هيخطر الرابطه في الساعات اللي جايه عشان الرابطه تعلن رسميا تاجيل مواجهه الاهلي وزد. الكاف بعت خطاب بتعديلين على مواعيد مباريات الاهلي. الاهلي ويانج افريكانز يوم السبت اللي جاي الساعه 6 بدل 9، ولا اهلي وبولزداد في القاهره يوم الجمعه بدل من السبت، والمباراه يوم الجمعه الساعه 9. ملعب المباراه بقى ايه؟